عارف طبعا ان انا دايما وانا بحضر الحلقات اقعد ابص بقى كتب ايه هنا وكتب ايه هنا وكتب ايه هنا ونبدا نلف كده على كل حاجه. فهقول لك بقى النقاد كتبوا ايه، مش انا، النقاد والصحفيين. يا رب. بعد عرض المسلسل قالوا او اجتمع ناس كتيره جدا، وناس بسيطه وناس مسؤوله وناس يعني شغلتها ان هي تكتب وتقول رايها، قالوا محمد علي رزق اثبت انه انا متاخر على البطوله. لا كان المفروض تيجي، مش متاخر خالص. وبدا الناس تكتب تقول لك الراجل ده مش هيشم مسلسل لوحده ليه؟ ده سؤالي يوجه للمنتجين مش ليا، ده رقم واحد. وجه هذا السؤال للمنتجين. يعني انت بقى ده سؤالك لشيل اللي انا بساله للاسف للنجوم احيانا لما يبقى فعلا محطوطين في الموقف ده، انه الجمهور هو اللي بيقول انا ممكن اقعد اتفرج على الشخص ده وهو بطل العمل واكمل معاه 10 حلقات ال 30 حلقه واتقبر. انت شايف، انت بينك وبين نفسك شايف ان ده وقته بقى؟ اعتقد والله اعلم ان ده وقته ان انا اقدم حاجه 10 حلقات مش حاجة 30 و45، أو أنزل سيزون رمضان أو موسم رمضاني زي ما بيقال عليه. لا ده مش وقتي. يمكن في الموسم الرمضاني ممكن أنزل سنيد دور تاني دور تالت مهم. أنا شايف إن ده مكاني في الموسم الرمضاني، وشايف إن مكاني في المنصات. لا أنا ممكن أعمل حاجة أبقى أنا الأساس بتاعها. أنا شايف كده، يمكن أنا شايف غلط، يمكن الجمهور شايف غلط، يمكن المنتجين شايفين لسه بدري عليها شويه، بس انا شايف ان دي خطوه المفروض تحصل ان شاء الله، وانا بسعى لها. يا رب يا رب ربنا يكرمك قريب ونحتفل زي ما قلنا سوا، وتبقى اول احتفال معايا اهو اكيد. لا والله ده وعد، انا وعدت خلاص. الا انا والمسلسلات اللي زيك كتيره فتحت باب بقى خلاص، ان الدراما عندنا شكلها اتغير في مصر. ما بقاش ان احنا نقعد نقول برضو احنا كلنا مذيعين نقول لك الاوف سيزون، هو ما بقاش اوف سيزون، السنه كلها بقت سيزون. السنه كلها بقت سيزون، بقينا رمضان وبقينا طول السنه، وبقينا مسلسلات تنزل 10 حلقات وخمس حلقات، وحاجات للمنصات ما تنزلش على التلفزيون، وحاجات على التلفزيون تنزل على والعكس، والدنيا بقت مختلفة. شايف ان الجيل الجديد والمنصات والشغل بره اللي بقى موجود في الدول كلها بنتفرج عليه، محتاج ان او كان محتاج ان احنا لازم نغير شكل الدراما زي ما احنا عملنا؟ بصي هو مش يتغير واحنا ما عملناش حاجة، وكان زمان كان في سباعيات وكان في سهرات درامية. احنا بنستعيد، هم رجعوا اللي احنا عملناه زمان، احياء الحاجات. احنا الاساس يا جماعة، مصر اساس كل حاجة، مش هنضحك على بعض. مع احترامي لكل الدول العربية ومع احترامي للمنصات، ومع مصر اساس كل حاجه في الفن. احنا هوليود الشرق زي ما بيقولوها زمان، وما زالوا بيقولوها. كان اي حد عايز يشتهر بيجي مصر، وما زال اي حد عايز يبقى عليه سبوت لايت بيجي مصر. من زمان، من ايام استاذ فريد الاطرش واستاذه صباح، مرورا بهيفاء وهبي، مرورا بنانسي عجرم، مرورا بقصي خولي، مرورا باي حد عايز يبقى نجم للوطن العربي لازم يجي، لازم يعدي على مصر. صح، احنا الاساس. المنصات، العشر حلقات، الخمستاشر حلقه، احنا الاساس. احنا اساس السبعيات، احنا اساس السهرات الدراميه، الحلقات اللي هي الحلقه ساعه وكل حلقه قصه حدوته منفصله بذاتها مثلا. فيعمل لك مثلا 10 قصص، مش اللي هم العشر سهرات دراميه اللي كانوا كل اسبوع بيجيبوا لنا سهره دراميه. صح، واحنا صغيرين جواز على ورق سوليفان احنا مصر اساس الحاجات دي يا جماعه. هو كل اللي بيحصل إحياء ما قدمناه زمان بكواليتي جديد بس مش أكتر.